السلام عليكم اخوان اخوات، مرحبا بكم في هذا الفلوق اللي بنا بنمشي نتقدا شويه ديال الزيتون وبنوري لكم منين تتقداوه. واش في الزيتون عرفتوا دابا ديال المشقوق وهذاك التخربيق. دابا مشيت للسوق ديال السوق ديال القاعه، ما فيش ما كاينش، ما بقاوش يديروه تما. وعام الاول كنت قديته من هنا من الجمعه من النيميرو، عفوا من النيميرو ديال هنا اللي كاين. ايوا قال لك سيدي راه هنا فين تي فين كاين هنا النيميرو ديال سيد بن ساسي، غادي نجيو ليه ان شاء الله وناخذوه ونوريكم الاثمنه ونقول لكم شحال تقريبا. فاش حنا دابا في الخرجه ديال طريق فاس، فالخرجه ديال طريق فاس حنا غادي دابا لجهه سيد بن ساسي جهه النيميرو. هذا البارز ديال البوليس هو هذا اللي كاين قدامنا دروك، جا حدا ديك لا ميزون ديال السيارات اللي كاينه في الخرجه ديال مراكش طريق فاس من بعد عيني طي. انا كنت راجع ولقيت الوقت، راه غادي ندير لكم شي فلوق على عيني طي. هاكي دايرين بعدا، ياك لاباس عليكم، هانيين كلشي بخير، الله يجيب الشتا، اللهم سخين الغيثه ولا جعلنا من القالطين. تشعلوا بعدا شويه ديال الكليمه، واش شنو هي باش تخدم تخدم الكليمه في سميتو في شهر. لا دابا لا سدي الزجاج باش يتسمع الصوت مزيان، ضروري ما خصك تخدم الكليمه، فهمتي؟ لان دابا اذا تسد مع كاين الشمس، اذا تسد الزجاج تسخن الطوموبيل تسخن السياره. المهم عدة مواضيع هضرنا فيهم في سميتو في الفلوقات اللي فاتت، ناقشنا هضرنا على عدة مواضيع، الامتداد هضرنا على سميتو على الجامعة، على مدينة المياه، طمسورت، على طمسورت. حنا ما نكذبش عليكم، عندي فيها الثقة بأن راه مازال غادي إن شاء الله دير غير هو، وهنا ما كرهناها شي تدرك هذاك الشيء، ما هو هذا الشيء كامل غادي يجي، غادي يكون إن شاء الله بإذن الله غادي يكون. دابا قربنا للمحمدية، هاد البلاصة تيقولها المحمدية، عند واحد الفرماسيان فارماسي المحمدية. دابا الزيتون وزيت العود، زيت العود راه كومونديناه، زيت الزيتون زعما اللي بغيت تطحن هاد العام ما تنظنش بان غادي حيت مولف تنشري مع شي وحدين الزيتون وتنطحنوه. وني هاد العام ان شاء الله تنظن بان راه غادي نمشي غير غادي نشري الزيت من عند هذاك السيد اللي بغيت طحن، داك صاحبي نيت ماشي ما عندوش الزيت وصافي، ماشي ما عندوش 20 ولا 30 لتر ولا 40، ما عرفتش على حسب الثمن. لكن الثمن طالع بزاف غنشري شي حاجه القياس. ايوا كان ها هي فارماسي المحمدية هادي اللي على اليمين، مولاتها راه خوها صاحبي، الله عمرها دار العائلة هادو الناس، الله عمرها دار داكشي خير. ايوا ما شاء الله انتوما الطريق ديال الطريق بني ملال، طريق افورار، طريق بني ملال ماشي افورار، طريق بني ملال. كنا تنجيو في الصيف واحد لابيسين كان هنا عبد الجليل، كان تيقول ها هو وادي العليمين، هذا أنفاس العليمين، كان تيقول الشعب الجليل في قاعة أفراح، وكان فيه كان واحد لابيسين داك الشهر فيه، كنا تنجيو تنديرو هنايا، كنا تنجيب الدراري يعومو هنا وهداك الشي، عاو ساعة تسد، معرفش علاش تسد، تلقى يمكن مولاه توفى ولا شي حاجة بحال هكا، والورثة ما تفهموش وتيسد، ديما تيكون هاد المشكل ديال الورث، ما شاء الله وصافي، الشيطان والحرام تيدخل في هاد المسائل هادو، عندهم هادشي. دوم هاد المسائل ديال فاش يكون الوارث وصلة الرحم الى بغا يقطعها غادي يخدم فيها بيديه وبرجليه، همزه عندو. ايوا نص الله يهديهم، شويه ديال العكس وشويه ديال هو اللي تيقضي على هادشي ديال الورث. ها هو دابا تجبد الموضوع، دابا انا راه عايش عند هذا وهو يتجبد، تبقى خدام تنهضر بحال هكا طق 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 تيخرج شي موضوع بوحدو. قلت لكم هاد القضيه ديال الورث شنو تيقضي عليها، شنو تيقضي عليها تي واد القد هو العكس، وفاش تقطع سميتو الضد، وفاش تقطع الهضره تقطع الهضره بين الخوت وسميتو تيتخاصمو ما تيبقاش يتواصلوا صافي، داك الورد تيتبلوكا. اما ما حتى يكون بين عندهم شي واحد في الخوت، تيكون شي واحد عنده شويه ديال داك النفس الطويل وتتفاهم وتتناقش، ضروري ما كاين في الخير تيوصلوا لشي حل وهذاك الشيء. ولكن الا كانوا كلهم روفيكس تيتشتت
هاد شي ناس اش نقول لكم والله العظيم انا عندكم على القصه ديال شي ناس في الحي الصناعي عندهم باهم الله يرحمه مسكين عنده ثلاثه لوزينات كبار وكاريهم كان كاريهم ولادو كاع شي في النجريز شي فرنسا شي امريكان شي المهم فاش مات باهم جاو بغاو يفرقوا هذاك الشيء ما تفاهموش تخاصموا وكذا من هنا وما يحطوا داك الشيء في المحكمه هو زعما ما محتاجين كاع والله ما محتاجين ما شاء الله وصافي وشي غالبا الى كيسوا زميتي المهم ودابا المشكل هو انه هذاك السيد اللي كانوا مكريين الا قلت لكم شحال مكريين هذه وزينات كبار شي 30000 درهم وكرا قديم ما دابا راه تقدروا تكراو حتى ل 6 مليون للشهر وراه محلات كبار وزينات كبار تقريبا شي 3000 4000 متر مكريين الواحد شي 3 مليون 3 و 3 6 و 3 9 9 مليون راه ما قلت لكم يحطوا داكشي في المحكمه والمشكل هو انه هذوك الناس ما بقاوش يخلصوا هذوك اللي كانوا في الكرام دابا تقريبا شي غادي شحال 2014 6 سنين 7 سنين دابا 8 سنين دروك دابا الا حسبتي ديك 8 سنين حسبتي لي هذيك 3 مليون في الشهر شحال هذيك الزباله ديال الفلوس وهذاك السيد دابا واحد فيهم بعدا اللي كنعرف الاخرين ما بقيتش عارف هادشي في 2000 فاش كانت كورونا ما بقاش يخلصوا هذا قبل من كورونا ما تيخلصوش ما بقاش يخلصوا واحد فيهم تيجمع دوك الفلوس تيجمع فلوس زعما ماشي لا حكمات محكمه ولا شي حاجه وحتى تجمع ليه واحد لاصوم قداش هو يدي الطقوي جار مال يوم السوارت ويزيد فيها راسو هذوك الفلوس يتجمعوا بهم جا جرى بهم محال وصاوبوا وصلحوا ولا بمحالهم وهما ما شاء الله صافي هانت بدا تجو دابا الانسان العكس اش دار ما استفدتي انت الاخر ضرب الهمزه وزاد فحالو والاخرين ما شاء الله صافي انت ما خصكش يكون بحالك على العكس ماشي مشكل الا دار لك خوك عاد نهانيه راه خوك هذاك الله يهديه ما خصوش يدي لك ولكن ينفرض دار لك اش غادي دير اش غادي دير ما عندك ما دير ايوا هذا ما كان هي تنعاود لكم القصه ديال هاد الناس هادو تعرفوا انا شخصيا هاد تنعرف داك الريسبونسابل ديال هذاك السيد اللي كان داك لوزين ولعاود لي هاد لافير هادي قال لك عاود دير جمعات لي باشي وشي 5 سنين تقريبا ما خلصش جمعات لي هذيك الحصيصه دابا 10 شهور عندك 3 مليون 30 مليون 36 مليون في العام راه 5 سنين ضربها 65 راه ضربات تقريبا مشات ل 150 مليون ل 160 ماشي شي شريك تعرف فاسميتو في حربيل وجهزو يقادو او ولا عندو وزين ديالو خاص به وما خدامش هادشي لانه ما ديالكش هادوك الفلوس ديال ماليهم حرام هذاك الشيء صراحه باش نكونوا فاهمين ان الناس يسحب لهم واش هذاك هادي راه ضرب الهمزه ما ضرب لها الهمزه لا والو ما جابها في راسو باش نكونوا فاهمين اسحب له واش ضرب الهمزه ولا ضرب لها ما ضرب لها الهمزه لا والو هادو المراقبه الطرقيه تنفوتوهم وحنا هذا هو واد الحجر هذا واد الحجر نيت ما جاي تيجيش الا في الشتاء هاد البيت كان هنا طاح هنا في الجنب اليمين كان واحد البيت هنايا طاح حنا قربنا للبلاصه ديال الزيتون غادي نقول لكم تقريبا شحال لي بري وهداك الشيء شحال الكيلو شحال الصندوق شحال انا بغيت خصني شي صندوق شي صناديق يكون مخلط عرفتي الزيتون انا راه عندك الزيتون وزيت العود ضروري فهمتي دابا هما اللي بقاو لنا هما والكرموس الكرموس داك اللي تنقولي حنا كرموس مسلمين هما اللي بقاو لنا دابا ما فيهمش بزاف ديال زعما من الامور اللي حنا دزنا على داك الزليج الجزائري اجي ما عرفت واش الجزائر ما كيف زليج جزائري ما تيعم والله ما تيمرقو على قربنا النيميرو ديال سمو ديال الدور الا درتي تمشي لسيدي رحال على اليسار الا درتي اليسار تمشي لزاوية بن ساسي ومشي ديريكت تمشي للقلعة وفاس طريق فاس كان علق لي واحد السيد قالك علاش تقولو طريق فاس راه طريق القلعة راه القلعة هاديك ياك ما علاش تقولو طريق فاس دابا فاس هي المدينة الكبيرة كانت ديك الساعة هي الكبيرة في هاد هاد لابارسي داكشي باش شوفو بعدا ما كيكون هنايا في هاد البلاصة هادي غادي نشوفو ويحن الله تيكون هنا على اليمين ولكن غادي
نشوفوا كاين صاحب الديسير. السلام عليكم. ما عرفتي كاين الزيتون فين تتباع الزيتون؟ في الدوره هنايا عند الواد. عند الواد؟ فين البلاصه؟ واش نقطع هكا ندور على اليسر؟ القنطره ديال واد الحجر. ما كاين والو تما. جنب الواد. واخا على اليسر. واخا الله يرحم المويدين. بارك الله فيك. سكين هاكا جنب الواد. كاينين جنب الواد. احنا ما بغيناش بزاف دابا هادوك تيبيعو الجملة. نمشيو لهم جهة الواد. ما احنا مالناش اش خاسرين. شوف هذا كدير جنب الواد. كنظن بان غادي يكون داير. شوف هذاك تا هو كي على وقت وقف ما شاء الله. وصف ودي الله يهديك الله يهديك الله يهديك الله يهديك عاود دابو الحيا. جيت القنطرة. شوفوا جيت القنطرة ماشي مشكل. تحلى نمشيو نشوفو ماشي مشكل. تحلى تعالي يمكن هاد الواد الأول القنطرة الأولى. ويذبو الرويحات. هنوقف ونسول. حق اليوم قال لك اللي بفمه ما يتلف. يقول لك المثل المغربي اللي عنده فمه ما يتلف. يعني اللي سول ما يتلف. راه يرقص هايا وعينيت انايا. الله يهديني. خاصك تمشي ثاني ثاني هايا على اليسر. هايا يرقص على اليسر. خاصك تمشي ثاني هاو تعاود تجيب دويرة هاو تعاود هنا حدا. واو 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 مشيت ليه. لا الدورة يمني. لا هاد النقبة هادي عرفتش بس ما كاينتني هادي. نزلو باش نقضيو الغرض. سرعت الفيديو باش ما نعطلكمش. مو تنتفاوض معاه ورا ليا هذا ورا ليا كاع الانواع. وهنايا تيبان لينا خدام انا وياه تنيكوسي. انا اختاريت هذاك الصندوق راه خوا عليا في هذيك الخنشه. ها هي جاب الخنشه ها تيخوي فيها. المهم القضيه مزيانه. ما هو هذا دابا كيف تشوفوا هذا يلاه جا من الجني. وهذا السيد راه عنده جنان و تيجني و تيجيبو لهنا و تيبيعو جملة بحال هاكا. إلا بغيتي 10 صنادق 20 صندوق 30 صندوق. و إني ماشي هادي القضية كنت ندير أنا. لا أنا عندي واحد السيد
اللي تيتكلف تيشري الجنان هو اللي تناخذ من عنده الزيتون وتنطحنو. دابا هاد العام باقي ما عرفتش اش بغيت ندير. تبارك الله كاين ثمن. دابا كاين جوج اثمنه، كاين ديال الطحين 170 ريال 165 170، وكاين الاخرى ديال المشقوق وديال الحجره تحسبوها ب 180. خديت انا هذيك ديال المشقوق والحجره 180، خدينا واحد 20 كيلو صافي. هادشي ديال الانسان. المهم ورينا لكم فين تتباع وصافي. انتما حدا القنطاع حيت انا فراسي لهيه في سوق الربيع، فهمتي؟ ممكن تاخذ من هنا وتدي ديريكت للطحين، فهمتي؟ كاينه ديريكت ديال الطحين. شوف حنا ندورو من هنا تاني، حيت دابا الخط متصل خصك تمشي تاع لهاد الدور وتجي. إوا دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله. أنا وريت لكم بعد التمينة ديال الزيتون.